مساكم الله بالخير والرضا والعافية، ونسأل الله أن يحفظكم وين ما كنتوا يا رب العالمين. الآن متوجه إلى مسقط، ورحلتنا إن شاء الله صباحا الساعة 7 إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة برفقة أخي وصديقي سعيد الشيدي. عسى بإذن الله أنها تكون سفرتنا الأخيرة، وأن نحصل أخبار طيبة نفرح فيها وتفرحوا فيها جميعا يا رب العالمين. دعواتكم يا أخوان بأن تكلل هذه السفرة بكل خير يا رب العالمين. عشمنا كبير ومتأملين كل خير، والأمل ما ينقطع ومستمر بحول الله سبحانه وتعالى. بإذن الله بتكون السفرة لمدة 3 أيام، ودعواتكم يا أخواني الكرام. الوجهة بحول الله سبحانه وتعالى إلى الرياض لزيارة شقيق سعيد سالم الشحاطي. نسأل الله أنها مثل ما قال أخونا سعيد، نسأل الله أنها تكون آخر زيارة يا رب العالمين. متفائل يا أخوي سعيد؟ متفائلين خير إن شاء الله محمد. نعم متفائلين خير، وإن شاء الله ربنا ييسر الأمور بإذن الله تعالى. دعوات الجميع يا رب. دعوات الجميع يا رب. منا إن شاء الله بيكون السعي، ومنكم بحول الله الدعاء. دعاء يا رب.